تصفح كتاب. سأشتري هذا، بل سأشتري هذا، بل سأشتري هذا. طلال، ماذا بك؟ ساعدني يا أبي، فأنا لم أقرر حتى الآن ما هو الكتاب الذي سأشتريه. لأنك لم تتصفح كتاباً واحداً. ولماذا أتصفحه؟ أليس كافياً أن أقرأ عنوانه؟ بالطبع لا، فتصفح الكتاب له العديد من الفوائد، فهو يعطيك فكرة عامة عنه تكون ممهدة لك عند قراءته بتركيز، وحتى تستطيع أن تقدر زمن قراءته. أفهم من ذلك أني عندما أريد شراء كتاب لابد أن أتصفحه أولاً. بالطبع، فهذا يساعدك على اتخاذ القرار السليم بشأن شرائه أو عدم شرائه. ولكن هذا يا أبي سيأخذ الكثير من الوقت. لا يا طلال، فهناك ثلاث خطوات لتصفح أي كتاب، إن اتبعتها لن يستغرق الأمر منك الكثير. ألق نظرة سريعة على أجزائه الرئيسة. أجزائه الرئيسة؟ نعم، وهي أربعة: الغلاف الأمامي، المقدمة، الفهرس، الغلاف الخلفي. أنا أعرف أن الغلاف الأمامي للكتاب يحوي عنوانه واسم كاتبه والدار التي قامت بنشره. أحسنت، والمقدمة لا تنسى قراءتها سريعاً لأنها ستعطيك نبذة عن الكتاب. بالطبع سأقرأها، كما سأقرأ الفهرس لأعرف محتويات الكتاب كما أفعل بكتابي المدرسي. ممتاز، وكذلك ألقي نظرة سريعة على الغلاف الخلفي لتعرف البيانات المسجلة عليه. معك حق، كان هذا سريعاً. والآن حاول أن تتعرف على أسلوب الكاتب. أسلوب الكاتب؟ لا تقلق، فكل ما ستفعله هو تقليب أوراق الكتاب ومطالعة الصور والرسوم والجمل البارزة بخط مخالف وقراءة جزء يسير للتعرف على أسلوب الكاتب. حسناً، لم يتبقى سوى خطوة واحدة، أليس كذلك؟ بلى، وهي كتابة بطاقة تعريفية عن الكتاب. وكيف سأكتبها وأنا لا أعرف مكوناتها؟ تتكون البطاقة التعريفية من اسم الكتاب، المؤلف، دار النشر، الخلاصة، رأيك في الكتاب. شكراً لك يا أبي، سأذهب لشراء كتاب يستحق القراءة. عفواً يا ولدي، ولكن قبل أن تذهب عليك أن تلخص ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه اليوم: فوائد تصفح الكتاب: يعطينا فكرة عامة عنه، يمهد للقراءة المركزة، يعيننا على تقدير زمن قراءته. خطوات تصفح كتاب: إلقاء نظرة سريعة على أجزاء الكتاب الرئيسة، تقليب أوراق الكتاب ومطالعة الصور والرسوم ثم قراءة جزء منه، كتابة بطاقة تعريفية عن الكتاب. الوقت المناسب لتصفح كتاب: قبل اتخاذ قرار بالشراء. بطاقة تصفح الكتاب تتكون من اسم الكتاب، المؤلف، دار النشر، الخلاصة، رأيي في الكتاب.